كل الشاشات التلفزيون يا جماعة ليها ساعات تشغيل معينة، إذا عدت عدد الساعات دي الشاشة بتبوظ فيها الليدات أو بيبوظ فيها جزء الإضاءة، لأن هي ليها عدد ساعات، ممكن يكون 5000 ساعة، ممكن يكون 4000 ساعة على حسب. لو حسبنا إحنا في وقتنا أو في يومنا بنشغل الشاشة قد إيه بدون ما نكون قاعدين قدامها، هنلاقي تقريبا مدة كبيرة أوي، وإحنا بس بنكون في الوقت اللي محتاجين الصوت، زي اللي مشغل قرآن عشان عيل نايم أو اللي بيحب يسمع القرآن في البيت، وده شيء جميل جدا، لكن هو مش حابب إن هو يقعد قدام الشاشة. فجبت لكم النهاردة حل كويس جدا للموضوع ده، هيزود في عمر الشاشة وفي نفس الوقت هتسمع اللي بيطلع من الشاشة والشاشة مقفولة ومن غير ما تفتح الشاشة خالص، وهتسمع التلفزيون عادي جدا، لكن هنا هنسمع بس، وده أعتقد هيحل مشكلة كبيرة. هحتاج سماعة من النوع ده عشان استخدمها في الفيديو بتاع النهارده. السماعات دي بتشتغل على مدخل USB وبيكون فيها مدخل للصوت زي ما انتم شايفين كده، ادي مدخل USB وادي مدخل الصوت. ممكن تستخدم اي سماعة تانية على فكرة، لكن دي سهلة ورخيصة جدا وبسيطة. بعدين اروح عند الشاشة والرسيفر بتاعنا، ادي الرسيفر بتاعنا يا جماعة، احط السماعات فوق الشاشة زي ما هتشوفوا كده، واوريكم طريقة التوصيل ببساطة. عندي المدخل بتاع USB هركبه في مدخل USB الخاص بالرسيفر زي ما انتم شايفين كده، وعندي المدخل ده هدخله في مدخل الصوت سواء اللي هنا، وفي واحد قدام على فكره، فانا هركب في اللي قدام عشان هيفرق معايا قوي. ده بيركب في اللي قدام يا جماعه. المهم ان في مدخل للجاك بتركب فيه. بعدين هركب USB او مدخل USB زي ما انتم شايفين كده بالظبط. الجاك ده انا ركبته من ورا لانه ما جابش صوت هنا. بعدين هشغل الشاشه بتاعتنا، او والشاشه شغاله هبدا اقفلها واسمع الصوت واشوف الصوت طالع ولا لا، وهتنجح ان شاء الله العمليه وتكون زي الفل. شكرا ليكم. بالطريقه دي هنحافظ على عمر الشاشه وهتعيش لمده اطول. بالتوفيق ان شاء الله.